كان صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده، سميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحى، لأنه يضحى بها وقت الضحى. والسنة ذبح الأضحية، مثلا أنا أريد أضحي، أصل السنة أن أذبح بيدي، لكن يجوز أن أوكل غيري. فالأضحية يسن أن يذبحها صاحبها، ويجوز أن يوكل غيره بها فيذبح عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بيده الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.